حتى بطبيعة لأن المواطن هو الفيصل بيننا. احنا قدمنا فريق عمل. الآن قنيطرة محتاجة لوليدها كاملين، لا كبير ولا صغير ولا شاب ولا شاب ولا شاب. اللي يعطي المدينة ويرجع لها العنفوان ديالها اللي كان هي، واللي كانت مدينة قنيطرة معروفة بالرياضة، معروفة بالثقافة، معروفة بالرجال ديالها، واللي كان يعطيه يرجع لها هادشي راه مرحبا به. حنا تعطاتنا أغلبية نتمناو على الله، ف كما بغيو الحال غنسيرو ونتمناو على الله أنه التوفيق منه، حيت كما بغيو الحال التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى. ما ديناش أغلبية، دائما تشوف الإخوان اللي عندهم على حسب الأعداد، على حسب الفروق اللي كاين، ولا حسب الأشخاص اللي في الأحزاب الأخرى. قلت قبيلة أنا عندي 61 عام، سي أحمد راه لاحق 70 عام، ما فينا ما يتمرمل، ما فينا ما السمعة ديالنا اللي حافظنا عليها هذه 61 عام، غدا نديروها في الزنقة. كان فريق مزيان غنشتغلوا معاه، حنا ما عندناش مشكل نكون رئيس أو نائب الرئيس او المسؤول، ما عندناش هاد سميتو هاد العقدة، بل ملي نجتهدو ونخدمو ونعطيو كل واحد نديرو اليد في اليد ونخدمو راه مرحبا. كان تعطات الأغلبية الآخر على حسب الفروق اللي ممكن تزيد، لأن هما النوعية راها كما بغيكو الحال. هنا بكل صدق أنا نقول لكم نهضر معكم بصريحة، هذا الفريق جا وسط ما بين هاد الشيء وما بين الإكستريم هنا والإكستريم، تنشوفوا على أساس أنه شوفوا اللي ممكن أنه يطلع والممكن يتعالى. لكل حديث حدث، بالنسبة أنا قلت أكد أن بالنسبة العدالة والتنمية نعطيك 99% أن الإخوان ما ينصحوش معاه. تبقى الآخر أشوف شكون اللي غيبغي، ما نصحوش الأحداث لأنه أشخاص، حيت الله يحسن العوان، كل صفت الله يحسن العوان هذا الرئيس اللي غيطلع. هذا تنقولها على تجربة، الله يحسن العوان ديالي. المشاكل الآن اللي كاين في قنيطرة، الديون اللي كاين في قنيطرة، الجامعات اللي كانت من أحسن الجامعات ومن أغلى الجامعات اللي كانت على الصعيد الوطني، الآن هابطة بالديون، حتى أنها بدأت تبيع الممتلكات ديالها. فهاد الشيء تنقول لكم هذا الرئيس العيطاء الله يحسن عمر. حنا كما بغيكو الحال عندنا في الساكنية وحنا بلا ريال بلا جوج، ولكن ربي وفقنا وصابنا مشاريع ما عندناش. قبيلة زيد قبيلة ولاد عرفة حتى هي كانت من المدن الصبيح، ما توفقناش أننا نصوتو، ولكن كانت 1434 عائلة اللي ما بقاش عندها الأرض العمران في ديرها. فالمجلس كانت عنده سياق ديال الأمانة، فهو شاف هذيك 1434 وتنازل على هذيك السياق وعطاها للعمران باش هذوك الناس يستافدوا فيما يخص محاربة مدن صالح. الساكنية آنذاك كانت من الجماعات اللي ما بقاش عندها مدن صالح. فريق كله حماس كله طموح في التغيير وفي الشعار ديال الكرامة، الكرامة أولا. كل الإنجازات اللي ذكرها سيد حيف واللي الإنجازات أيضا اللي ما كانش الحظ بأنها أو ما كانش واحد الاستمرارية من بعده باش تكمل هذه الإنجازات، تنقولوا لسيد حيم حنا الوقت باقي ان شاء الله باش هذه الانجازات هذه تحقق.
وان يكون واحد الخدمة ديال المواطن وتقديم كل الخدمات والاشياء ان شاء الله اللي المشاكل اللي كتعاني منها مدينه قنيطره نخرجوا منها ونغيروا الواقع ديال مدينه قنيطره. الحزب ديال جبهه القوى الديمقراطيه تيسعى بان يكون حاضر في المشهد السياسي، يكون حاضر، هذه الحضور تكون عنده واحد القيمه مضافه، وهذا تيتجسد في البرنامج ديال الحزب. هذا البرنامج اللي هو برنامج واقعي، برنامج طموح صراحة، سواء على مستوى البرنامج العام أو على مستوى الجماعة. احنا من خلال هذه الأيام اللي دازت قمنا بمجموعة من في إطار الحملات الانتخابية، مشينا بزاف ديال الأحياء في مدينة قنيطرة، أحياء مختلفة مناطق مختلفة. راه هي الإنسان اللي يدير الخطر الجميع وما يتسناش أن شي واحد يدير له خطر، كان يقدر يصبر على هذا الشيء أهلا وسهلا، ما كان ما يقدرش راه من الأحسن يرجع له. راه البوست اللي خايب في المغرب ماشي هو الوزير، ماشي هو البرلماني، ماشي هو البوست يا الرئيس، هو البوست اللي خصك تدير الخطر الجميع، لا سلطه لا مواطن لا اعضاء، وهلم جرى